نسمع انه داء الكلب اللي يمرض به راهو لا قدر الله يوصل حتى للوفاه، شنو هو داء الكلب بالضبط؟ داء الكلب هو السبب نتاعو فيروس، الفيروس هذايا يهاجم سبيسيالمون الخلايا العصبيه للانسان، هذاك علاش هو فيروس قاتل يلسفي بدايه وظهرت الاعراض. المنظمه العالميه للصحه لا ديكلاري اللي فما 60,000 وفاه في العام ناتجه عن داء الكلب. الاكثر اربع صغار على 10، اربع وفيات على 10 هما اطفال اقل من 15 سنه. علاش الاطفال اقل من 15 سنه؟ خاطر هما اكثر ناس تجم تتعرض للعضات نتاع الكلاب ولا الخدشه من اي حيوان مصاب، وينجموا ما يقولوش وما يوريوش هذايا. هذاك علاش هما اكثر فئه عمريه متعرضه للوفاه بداء الكلب هذا. في تونس كما قلت في المقدمه نتاعك قاعدين نشوفوا ارتفاع في عدد الحالات، في عدد الوفيات بلوتو بداء الكلب، اللي هما في 2021 و2022 خمسه حالات في العام، 2023 سته حالات في العام، و2024 توا حد لشهر اوت تسع حالات ديكلاري وفيات بداء الكلب. هذاك علاش صفاره الانذار. هولي اول مره في تونس نوصل لتسع حالات تقريبا في السنوات الاخيره. في السنوات الاخيره اول مره. هذاك علاش مهم جدا انه الناس تفهم وتعرف شنو لازمنا نعملوا باش نتصداو للداء هذايا. باهي، هذايا هو داء الكلب. فما جمله من الاجراءات الوقائيه اللي باش نحكيو فيها بعد شويه، كيف كيف اذا كان تعرضتوا للخدش ولا للعض، شنو هو المطلوب وشنو هو اهم الاجراءات الاستعجاليه اللي تقوموا بها سواء من الدار حتى للاستعجالي. هذا باش نعرفوه بطبيعه بكافه تفاصيل. ولكن قبل دكتوره، اليوم كيفاش نجموا نفيقوا انه القط اللي عندنا في الدار ولا الكلب اللي عندنا ولا حتى في الشارع راهو عنده ذلك الكلب، شنو العلامات اللي تبين لنا وجود هذا الفيروس؟ اول حاجه الحيوان مش تحسوا على غير طبيعته. اش معناها؟ اكثر دو سيني ظاهرين وما يغلطوا الجمله هو الخوف من الماء والخوف من الهواء. اللي يغوفوا بي اي لا يغوفوا بي. وقت اللي الحيوان تقرب له مثلا الماء ولا توريه الماء يولي يهيج، يولي في غير حالته العاديه. الحيوان نجم نحسوه فاشل، تعب برش على غير عادته، نجم يولي عنده جريان جوف. طريقه النباح نتاع الكلب ولا المعويق نتاع القطوسه مش يولي مش كيما مستانسين بيه. دونك حاجات غير عاديه غير اللي نراوها في العاده على الحيوانات اللي عندنا في الدار. فما سيني اخر مهم جدا هو ما عادش ينجم يبلع ريقه، هذاك علاش فما سيلين ريقه من 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 الفم، ويولي عنيف جدا، حاضر للهجوم في اي لحظه من اللحظات، حتى من غير ما تعملوا حتى شيء نجم يهجم عليك، يولي يعمل تصرفات غريبه برشا، كما انه يفرط ياكل مثلا من البوبيله وهو مش مستنس ياكل من البوبيله كيف ما القطاطس مثلا، يولي يدور على روحه يعض روحه. دونك فما تصرف غير معتاد للحيوان اللي نشوفه فيه. هذه هي اهم العلامات اللي احنا نجموا نفيقوا بها عند قطاطسنا ولا الكلاب اللي في الدار.